ها ورجل سياسي لا عنصري لا سلالي، ولكن هذه الميليشيات أتت لأسر الحرية، أتت لأسر الديمقراطية، أتت لأسر جميع الهامات الوطنية. نطالب بإخراج جميع الأسرى والمعتقلين بما فيهم الأستاذ محمد قحطان. اختطاف محمد قحطان طيلة السنوات الماضية جريمة ضد الإنسانية، ونحمل جماعة الحوثي مسؤولية المحافظة على حياة القائد السياسي محمد قحطان، فلقد عقفتهم. نطالب المبعوث الأممي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السعي لإطلاق سراح القائد السياسي محمد قحطان، والذي كان شاهدا على مؤتمر الحوار الوطني وشاهدا على جميع الحوارات مع جماعة الحوثي.